ولمناقشة استمرار الانتهاكات ضد الناشطين في العراق والاتهامات لحكومة الكاظمي باستثمار قضية اختطاف الناشط علي المقدام، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأكارم. أهلا فيك دكتور. إلى أي مدى عكست حادثة إخفاء علي مقدام ضعف القوات الأمنية في حماية الناشطين والمواطنين في البلاد بصفة عامة؟ باعتقادي أن استهداف الناشطين في العراق جرى ويجري على قدم وساق ويستمر منذ قيام انتفاضة تشرين، عندما انطلقت هذه الانتفاضة في ساحات التظاهر ويدعون أن هناك جهة ثالثة قامت بالاغتيالات والاختطافات، ولكن أضع الأصبع أمام حكومة الكاظمي أنه هي المسؤولة عن أمن المواطنين، وبذلك أن الكاظمي يدعي أنه سوف يشكل لجان من أجل متابعة قضية فلان وفلان وما هو زيارته إلى المختطف الصحفي علي المقدام والذي جرى الاعتداء عليه ورميه في الشارع، إلا هو إهانة لجميع الصحفيين والإعلاميين وكذلك لجان حقوق الإنسان. نعم. ذهب الكاظمي لكي يعتذر ويقول قوله كما قال لأسر الشهداء والمختطفين، إنه سوف يشكل لجنة وسيكتشف من هي الجهات التي وراء هذا الحادث أو ذاك. وقد يكون ذهب من أجل غاية أخرى، هي أن يقول أن الأجهزة الأمنية الخاصة به بالحكومة استطاعت أن تطلق سراح المقدام من خلال عملية أمنية قامت بها تلك القوات. إذا كان السؤال كذلك، أو إذا كانت المعلومات كذلك أن الأجهزة الأمنية هي التي قامت بالإفراج عن هذا الناشط، فلماذا لم تتكلم عن الخاطفين الذين يقفون خلف ترهيب الناشطين بهذه الطريقة منذ شهور طويلة؟ هذا السؤال هو سؤال مشروع لحكومة الكاظمي، عليها أن تفصح من هو الذي يقوم بهذه الاعتداءات. وحتى أننا نسمع اليوم بأن نقابة المحامين أصدرت بيان بالدفاع، هذا البيان يتضمن أن هناك حملات للتصدي للمحامين وتهديدهم بالقتل لأنهم يدافعون عن موكليهم من أسر الشهداء الذين ذهبوا ضحية الاعتداءات في ساحات التحرير وساحات الاحتجاج على ما يجري في العراق وأنهم مسالمين. هذا كله يجري بمرأة ومسمع من الحكومة، والحكومة تعرف جيدا أن هذه الجهات هي مغطاة أمنيا من قبل جهات معروفة كما يحدث حاليا، والحكومة هي ليست بعيدة عن كل ما يجري في العراق. كل تلك المعطيات نعم، على سبيل المثال نعم، وعلى سبيل المثال أنه إحدى وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة الكاظمي ذهبت إلى مدينة بابل والتقت بمحافظ بابل حسن منديل وأعلمته أن هذه البيوت التي يسكن فيها المهجرين هي تابعة للوزارة، لكنه قال بشكل غير مؤدب مع هذه الوزيرة بأنه إذا ما خرجوا هؤلاء المهجرين فسوف أطلعهم بالشلاليق. أدبا هذه ليست لياقة لمحافظ أن يقول هذا القول، إنه ممثل لمحافظة. والذي يجري في القاسم هذا اليوم وأمس من اعتداءات على المتظاهرين الذين يطالبون بالكهرباء من قبل قائم مقام القاسم، سيد دكتور كل محمد هذه الإجراءات تجري يعني بمسمع ومرأة منهم. دعنا نتوقف، ربما كل ما تفضلت به من معطيات يعني ينقلنا إلى السؤال التالي. إطلاق الناشطين اليوم لحملة لمكافحة الإفلات من العقاب
عن مرتكبي جرائم الإخفاء القسري وكل الذين ارتكبوا الجرائم السابقة في العراق، إلى أي مدى يؤكد أن المشهد في العراق لا يزال محكوما من قبل ميليشيات وهناك عجز قضائي واضح عن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم؟ أنا باعتقادي أنه حاليا سوف تستمر هذه الحالة لدى الميليشيات، خاصة وأن ما يسمى بالانتخابات هي قريبا وقادمة، وبذلك يستخدموا أساليب إضافة للترغيب، إضافة للترغيب الترهيب، وهو قتل الناشطين وكذلك اختطافهم وإجراء عمليات ضرب واعتداء عليهم لحد أنهم يريدون بهذا أن يقولوا للناس انتخبونا لنا وهؤلاء لا يمثلوكم، وتجري هذه العمليات على أبعد من الحدود الموجودة والقائمة حاليا في هذه الفترة القليلة القادمة. نعم، طيب هذه المطالب دكتور حول العالم بمحاسبة قتلة ومرتكبي الجرائم، ألا تتطلب تحركا أمميا لمحاسبة هؤلاء دوليا ووضع حد لما يجري في العراق؟ طبعا بالتأكيد، لأن هذه جرائم بحق الإنسانية والذي يجري من قتل لهؤلاء الشباب. فقدمت بعض من العوائل إلى محاكم دولية لإجراء محاكمة للقتلة، ووضحت وقدمت قضايا تدل من مسائل خطية ورسائل تهديد، وكذلك بالنسبة للفيديوهات التي صارت بالنسبة للقتل الذي جرى على هشام الهاشمي مثلا وعلى الآخرين، هؤلاء النشطاء هم يعانون، ولذلك المجتمع الدولي يجب أن يتخذ قرارا حازما ومبدئيا اتجاه ما يجري الآن في العراق، حتى لا يضرب المثل بالعراق وكأنه هو البلد الذي جاء به هؤلاء المحتلين الغزاة لبلدنا وأقاموا هذه المجازر وأطلقوا العنان للميليشيات وإيران تدعمهم بدعم خارجي باعتبارهم الذيول وهم جزء لا يتجزأ من المخطط الإمبريالي الصهيوني الإيراني. شكرا لك من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.